مساء الخير. الاستقرار هي الكلمة يلي بتوصف طقس هالويكند. على الساحل بيبقى الإحساس بالشوب بسبب الرطوبة العالية، وعلى المرتفعات تنخفض الحرارة، يعني طلعت الجبل مناسبة. بس إذا قررتوا تروحوا على البحر اعملوا حساب الموج العالي. بكرة الهواء جنوبي غربي، معدل سرعته 20 كيلومتر بالساعة على الساحل، والرطوبة 70%. بنهار الحرارة بتنخفض على الجبال وبتسجل 24 ببشري، 25 بوط الجوز، و29 درجة ببعقلين. من عشية بتوطى الحرارة أكثر لتسجل 16 بإهدن، 14 ببسكنتا، و20 درجة برياق. سما العاصمة فيها شوية غيوم، بس اليوفي اندكس عالي، يعني ما تتعرضوا للشمس الظهر بلا حماية، وانتبهوا من موج البحر يلي بيلامس المتر. أما على الجبال لخطيتها كثيفة بالليل، رطوبة 50% والحرارة بين 16 وال 25 درجة. كيف مكمل الويك أند؟ بكرة إذا غائم جزئيا، الحرارة 32 درجة على الساحل، بس لما تكون الرطوبة 70% منحس كأنها 38 درجة. الهواء قوي والخطيتها كثيفة على الجبال. الأحد والتنين الحرارة ما بتتغير على الساحل، بس بتعلى شوي بالداخل وبتبقى الخطيتها كثيفة على المرتفعات. ثلاثة الرطوبة 65% والحرارة بين 27 وال 32 درجة على الساحل. بالختام بتمنى لكم سهرة حلوة وتصبحوا على ألف خير.